بداية النهاية قد اقتربت. استدعيتك أيها الساحر لتجدني حلما، فالسجن امتلأ بالناس ولا أعرف ماذا أفعل. وضحت جميع الناس بالكتاب، وابنتك أيها الوزير هي الوحيدة القادرة على فك اللعنة. كان يا مكان في قديم زمان. افتح يا سمسم. ظلام الحاضر بات يقصو إشراق ماضي جميل. شبيك لبين ما قلت عنوس بين اختلطت القصص ببعضها فتأثر العالم بأكمله. ولكن يا مولاي هذه ليست القصة الحقيقية. فساد. إنها لعنة أحلت علينا جميعا. اختراق. أمسك بيدي. هيا بسرعة. آدم يديك، دعني أنقذك يا سلبات. حروب، ثورات، فهل من منقذ ينقذهم قبل فوات الأوان؟ لم يعد هناك وقت. أكمل القصة يا شهرزاد.